السلام عليكم. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ورجعنا لكم في فيديو جديد في قناه اوبا ورونا. هنعمل النهارده ايه يا رونا؟ عكاوي، طاجن العكاوي من ايد ماما. من ايد ماما. ازيك يا ماما؟ ازيك يا حبيبتي؟ عامله ايه يا ماما؟ الحمد لله يا حبيبتي. عكاوي يعني بصل. العكاوي كميه بصل كبيره. طيب يلا هنقول مقاديرنا. بصل، ثوم، جزر، طماطم مبشور، كرات، فلفل اخضر، ديت شطه اللي يحب يحطها، سمنه، بهاراتنا، قرنفل، بابريكا، كمون، قرفه، ورق غار او ورق لوري، ده حبهان، ملح، 7 بهارات، فلفل. احنا قلنا التوم مش كده؟ يلا بقى ماما تعملنا الطريقه. ايوه يا حبيبتي. ماما حطت السمنه في الحله. حطيت الوقت السمنه اهي. هنحط البصل، هنحط البصل، بصل بكميه كبيره يعني حوالي كيلو. يتقطع تقطيع صغير. كده ونحط البهارات. يعني انت بتقلي البصله بس يا ماما؟ تصفر خفيف كده بس شويه. البهارات هنحط كده. بعد البصله اصفرت شويه يا ماما؟ بعد البصله كده ما اصفرت كده هنقوم حاطين البهار. بعد كده الله ده طلع جميل يا ماما، بهارات حلوه. بعد كده العكاوي. العكاوي بنبص العكاوي على البصل يا ماما. العكاوي على البصل كده اهو. لكن في ناس ما بتحبهاش وفي ناس بتحبها. انا عارفه ان انت بتموتي فيها يا رولا. انا مش عارفه، مش عارفه ازاي بقول لك بتموتي فيها. لا بصي، بحبها من ماما الصراحه، بتبقى جميله. كده هنحط الجزر. الجزر هنحط الجزر. بعد كده بقى الكرات، الفلفل، بعد كده الثوم، هنحط الطماطم. الطماطم المبشورة؟ لألوان برضه جميلة. لسه بقى ما تتحط في الصاج زي ما قولتيلك. وبعد كده نحطها بقى على صلصة الطاجن. بتستوى عليها شوية يا ماما ولا بنحطها على طول في الطاجن؟ لا بتستوى شوية، بتستوى شوية. بعد كده هنحطها في الطاجن. اجيب لك ميه ماما ولا ايه؟ لا لا لا، مفيش ميه. هتتبل في بعضها، هتتبل شويه كده في بعضها. بعد كده هي بتنزل ميتها و... بتنزل الميه وشويه كده نقوم حاطين شويه تتسوق في الخضار نفسه. في الخضار هدي العكاوي. هي كده يا ماما هتنزل الخضار، هينزل ميته مع مية اللحمة. مع مية اللحمة.
ونسيبها تستوى شويه في الميه بتاعتها. وبعد كده نعمل ايه؟ بعد كده هنحطها في الطاجن ونحطها يعني في الفرن. يعني احنا الوقت هنغطيها. هنتغطى الوقت وبعد كده ساعه كده وبعد كده ندخلها الفرن في بعد كده ندخل. ورجعنا لكم تاني بعد ما سلقناها شويه. ماما سوت العكاوي. سلقناها وحطينا لها كوبايه ميه. لما احتاجت بقينا نحط لها ميه. هتكبها لنا في الطاجن يا ماما؟ دلوقتي هنكبها في الطاجن. ان شاء الله شكلها جميل يا ماما. سرقت اللغه العربيه بتاعتي دي. حلوه يا رنا والميه جميله. على فكره في ناس كتير ما بتحبش العكاوي، بس بصراحه بالطريقه دي هحبها، احبها واكلها. جميله والله. بسم الله ما شاء الله ما شاء الله. تسلم ايديك يا ماما. الله رائحه التراب جميله جدا جدا. تعيش يا حبايبي، تعيش يا حبايبي. ان شاء الله يجربوه ويعجبهم ويعجبهم ويبقى جميل جدا ان شاء الله. حطوا لنا كومنت حلو على ذوقهم. ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناه وتفعلوا الجرس. والسلام عليكم ورحمه الله. باي باي.